السلام عليكم. سيدتي الرئيسة، شكرا على هذه الدعوة وعلى هذه الهندسة التاريخية. جمع قيادة المقاومة أو الثورة الإيرانية مع ممثلين للمجتمعات المدنية في العالم العربي والشرق الأوسط، هذا بحد ذاته إنجاز تشكري عليه. وأنا أؤيد ما جاء على لسان السفير، يجب على هذا الاجتماع أن يتحول إلى مؤسسة، إلى تنسيق، إلى تحالف. أنا هنا أمثل بالإضافة إلى عملي الأكاديمي تحالف لمؤسسات غير حكومية للشرق أوسطية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكني بصفتي مندوب مراقب عن المجموعة النيابية الأطلسية لمواجهة الإرهاب تاج ترانس أتلانتيك جروب أون كاونتر تيروريزم، ولكن بصفتي المراقبة فقط. نحن نرى ثلاثة تغيرات كبرى في المنطقة وفي العالم فيما يتعلق بإيران، ومن المهم أن نوضح هذا الأمر ليس فقط للعالم ولكن لشعوب المنطقة. أولاً، هنالك تغيير لا شك به في داخل المجتمع الإيراني، لا يختلف عليه اثنين. ما رأيناه الأمس، 100,000 إنسان في باريس، هذا ليس في طهران، هذا في باريس، لم ينجح أن ينفذه النظام في إيران، في طهران بحد ذاته. وهذا التنوع وهذه الوفود، 1,800,000 إيراني يتظاهرون ضد النظام الملالي في طهران في عام 2009، هذا أيضا تغيير كبير. نحن بتنا في مرحلة جديدة. هنالك شيء يحصل الآن، إن التحالف الذي أطلقته بعض الدول العربية لصد الهجمة الإيرانية في اليمن، هذا بحد ذاته تغيير كبير، هذا زلزال. هنالك تغيير على الصعيد الدولي، لقد سمعتم بالأمس أحببنا أمريكا أم لم نحبها، كان هنالك وفد كبير لم أرى بمثله في أي من المؤتمرات للمعارضات الشرق أوسطية، والبعض منهم هنا. بعض أعضاء الكونغرس الذين أتوا بالأمس وقالوا ما لم يقله أي رئيس عربي في موضوع دعم المقاومة الإيرانية، هذا تغيير مهم. إن هنالك أكثرية ساحقة في الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي يعتبرون رئيسة المقاومة والمعارضة الإيرانية بأنها الممثلة الحقيقية للشعب الإيراني، فيجب أن نعتمد على هذه التغييرات الكبيرة وأن نكافئها بتنظيم جديد لمواجهتها. الحل كما سمعنا بالأمس وسمعنا من السيدة الرئيسة، هو أولاً الدعم، كل الدعم للمقاومة الإيرانية. هنا البداية وهنا النهاية في التغيير في المنطقة. ثانياً، المقاومة، كل المقاومة لهذا الاستعمار الذي يفجره النظام الإيراني في المنطقة، ما بين العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وشرق السعودية، والمحاولات من المغرب إلى مصر وغيرها، والاختراقات في القرن الإفريقي. يعني قد يكون لدينا كلام كبير ولكن الوقت قصير جداً. يجب أولاً أن يقوم تحالفاً عربياً شرق أوسطياً يضم هذه الدول التي تجهد باتجاه دعم المقاومة لهذا النظام، وأن يدخل هذا التحالف رسمياً ممثلي المقاومة الإيرانية، هذا يجب أن يحصل. وأنا أدعو كل الدول العربية التي بدأت تتحرر من النفوذ الإيراني الخميني، وأن تعطي المعارضة الإيرانية مكاناً مرموقاً، وإذا قطعت اتصالاتها بالنظام الإيراني فلتسلم مجلس المقاومة هذه السفارة فتصبح هي المسؤولة عنها. وشكراً ولكم دون النجاح. شكراً.